حسب طبيعة الإنتاج وحسب طبيعة الثقافة العامة المسيطرة على التنظيم أو الثقافات الفرعية داخل ذلك التنظيم. وهذا التنظيم يقوم على ما هو بيروقراطي محض. لماذا نقول على ما هو بيروقراطي محض؟ لأن هناك ما يسمى بالقوانين والإجراءات الرسمية، أي بمعنى أنه يشتغل بما يسمى الرسمي داخل التنظيمات الإنتاجية. هنا أفتح قوس على أن مع المدرسة الكلاسيكية وما قبل المدرسة الكلاسيكية كان ينظر إلى التنظيمات على اعتبار أنها تنظيمات إنتاجية لها علاقة بالإنتاج ولها علاقة بالصناعة. والآن بدأنا في إطار اجتماع التنظيمات المنفتح على كل مكونات المجتمع، بدأنا نشتغل على كل مكون داخل المجتمع على اعتبار أنه تنظيم، أو يمكن لأي تنظيم داخل أو لكل مؤسسة داخل المجتمع يمكن مقاربتها من زاوية التنظيمات. وبالتالي هنا كذلك أشير إلى أنه لا يمكن أن نجد تنظيما بدون تنمية، ولا يمكن أن نجد تنمية بدون تنظيم. إذن هذه التنظيمات الإنتاجية الصناعية ما قبل هذا الانفتاح كانت تخضع إلى ثلاث بديهيات. البديهية الأولى هي الشغل، ونحن نعرف على أن الشغل يعتبر كشيء أساسي بالنسبة للإنسان، يحقق للإنسان دخلاً قاراً، وكذلك يكسب الفرد أو الفاعل داخل المجتمع الشخصية الوظيفية، ويعزز كذلك الروابط الاجتماعية. هذه كبديهية أولى. البديهية الثانية وهي بديهية الآلة أو التقنية، وأنتم تعرفون كذلك حتى فيما يسمى بالميتافيزيقا الفلسفة على أن الآلة دائماً تعتبر امتداداً للآلة عبر السيرورة التاريخية لتطور الآلة من الأداة إلى الآلة إلى الآلية. ثم هناك البديهية الثالثة وهي مكان الشغل. مكان الشغل كان ينظر إليه أو يتم التعامل معه أو دراسته أو تحليل نمط اشتغالية على أنه مكان للإنتاج فقط، ولكن الآن بدأنا نطلع على بعض الكتابات التي تنظر إلى مكان الشغل على اعتبار أنه مكان لإنتاج ما يسمى بالاجتماعي. وهنا بين قوسين أحيركم على كتاب للأستاذ الحبيب المعمري، الاجتماعي كمنتوج. إذن تغير هذه الرؤية من مكان للإنتاج، ما هو صناعي، ما هو له علاقة بالاستهلاك، إلى ما هو اجتماعي، إلى ما هو نفسي، إلى ما هو ثقافي. ثانيا يمكن اعتبار التنظيم أو يمكن النظر إلى التنظيم باعتباره كائنا حي. وهنا يمكن أن نتحدث عن الطابع البيولوجي، بمعنى أن الإنسان في دراسته للظاهرة التنظيمية أو للتنظيم من خلال طبيعة اشتغاله يمكن أن يتعامل مع هذا التنظيم على أساس أنه كائن حي، من حيث نمط وجوده، من حيث مثلا تطوره، من حيث تكاثره، ومن حيث بقائه داخل محيطه بمعنى السوق. اسمحوا لي راني كنزرب شوية وأقفز على بعض النظر لضيق الوقت. بالنسبة للنقطة الثالثة وهو التنظيم كعقل. التنظيم كعقل، لماذا ينظر إلى التنظيم كعقل؟ ينظر إليه على اعتبار أولا هو له طابع بيولوجي كذلك كما هو الشأن بالنسبة للتنظيم الذي سبق، وهو اعتباره ككائن حي. ولكن الميزة التي تميزه عن سابقه هو أن هذا التنظيم كعقل هو يتميز بما يسمى بالتحكم أو الضبط الذاتي، على اعتبار أن هذا العقل أو العقل الإنساني هو دائما يكون مشحونا عن طريق مثلا جمع المعلومات ومعالجة هذه المعلومات. ويمكن أن نقول كذلك على أن الطابع البيولوجي أو التنظيم كعقل في الاشتغال يحيلنا على نظريات العقلانية المعقدة، والتي تبنى هيربرت سيمون في عندما حاول أن يستخدم ذلك التمييز ما بين البشر.
وبالتالي هذه العقلانية المعقدة أخذت وطبقت على التنظيمات للتمييز فيما بينها. بالنسبة للتنظيم كثقافة، هنا يمكن أن نتحدث عن الطابع الأنثروبولوجي. الطابع الأنثروبولوجي كذلك، لماذا؟ لأن نحن نعرف على أن كل تنظيم له ثقافة عامة كنسق عام، وله كذلك ثقافات فرعية كأنساق فرعية تتفاعل فيما بينها وتؤسس لما يسمى بالقواسم المشتركة داخل التنظيم للفاعلين. وبالنسبة لغاريت مورغان، التنظيمات هي حقائق ينشئها أو ينشئها المجتمع، وهي توجد في أذهان أعضائها وتوجد في الهياكل والقواعد والضوابط والعلاقات والأفعال الملموسة. هنا نتحدث عن الفعل الملموس، ونفتح القوس لنحيل على ميشيل كروزي وإيرار فيلدبيك في الطابع السياسي. التنظيم كنسق سياسي، الطابع السياسي عفوا ينظر إلى التنظيم على أنه نسق سياسي. عندما نتحدث عن التنظيم كنسق سياسي، فإننا نضع في الاعتبار بعض الأشياء. الشيء الأول وهو علاقة السلطة ما بين الفاعلين داخل التنظيم، وما بين القاعدة وما بين القمة في داخل الهرم التراتبي أو الهيكل التنظيمي، على أساس أن دائما هناك ما يسمى بالجهة المقررة والجهة المنفذة. والجهة المنفذة داخل ورشات العمل تنقسم إلى يد عاملة مؤهلة ويد عاملة غير مؤهلة. الآن مع التطور التكنولوجي الآن أصبحنا نجد على أن هناك يد عاملة مؤهلة ويد عاملة غير مؤهلة ويد عاملة متخصصة، بمعنى مهندسي الصيانة ومهندسي الصناعات الميكانيكية، وهؤلاء لا يشتغلون في القمة ولكن يشتغلون داخل ورشات الإنتاج. بالنسبة للتنظيم كالسجن النفسي، هنا نتحدث عن الطابع السيكولوجي، بمعنى هذه الاستعارة دائما توحي بتلك الفكرة، فكرة الوعي واللاوعي والاختلاط ما بينهما. في أي مرحلة نستحضر الوعي عن طريق إنتاج تلك السلوكات في اتجاه الآخر، وفي أي وقت لا يحضرنا ذلك الوعي وننتج بعض السلوكات في اتجاه الآخر. وأخيرا التنظيم كأداة للسيطرة، إذن هو الآخر له طابع سياسي. وتعتبر دائما التنظيمات عبر التاريخ مطبوعة بطابع الصراع. الصراع أي تكتل فئات قليلة في مواجهة الفئات الساحقة أو العريضة، والتي تعارض دائما تلك الأهداف التي لا تتماشى مع أهدافها الشخصية. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الكريم القمعي، وأشكره أكثر على احترامه للوقت.